أيهما أفضل بنظركم؟ إما أن يكون الشهر هذا هو الزبائن ينتظروا كل أمام كل واحد وحده أمام كل واحد وحده، وإلا يكون في خط أحمر هنا عادة يكون كذا رجل بالمطارات، صح ولا لا؟ ويتكون صف طابوري واحد، تمام؟ صف طابوري ناس منتظرين كذا، وأول ما يفضى العام ضابط الجوازات ينتقل له شو؟ الزبون، هذا فاضي انتقل هنا، هذا فاضي أتاك الزبون اللي بعده انتقل هنا، وانتقل هنا، إلى هنا، وهكذا إلى أن أيهما أفضل؟ يتكون عدة طوابير من هذه. هذه أفضل. ليش؟ لأنه في أحيانا هنا تمام أنه بيكون هنا مثلا يجي لك واحد تكون أوراقه مش مكتوبة هنا أوراق الفيزا ولا الإنشرنس مثلا بتقول له ما تدخلكش إذا ما كانش عندك الإنشرنس ولا الإنشرنس من شركة يعني معروفة أحيانا تجي ولا ما عندكش حجز بالهوتيل ولا لا فبالتالي تضطر أنه بتتأخر وبالتالي شو تأخر هذول كلهم شو يكونوا البقية يكونوا يشوفوا الطوابير الباقية هذه تمشي والطابور حقه مش ماشي فمثلا هذا الزبون هذا دخل هنا وحصلت له شو؟ حصلت له مشكله طيب هذا يشوف اسلوب الان يعني الان دوري بعد هذا طيب انتظر 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 ما مشيش فيقول لك هل انتقل الان ويرجع يكون رقم 10 مثلا تمام فهنا بيكون في نوع من يعني ما اقول لك انه الفهم يعني كذا انه مش عادل يعني هذا اكثر عدلا كذا هذا اكثر عدلا بحيث انه اوكي انت هذا تاخرت تمام اذا واحد من الثلاثه الباقيين هذا بيفوت تدخل بعينه تمام اذا يظل دائما النظام الطابوري بطابور بصف واحد يظل افضل من بقيه النظام كذلك تطور النظام الطابوري هذا الان عن طريق الماكينه ماشي يعني تاخذ تكت رقم وبعدين كل ما تكمل صح نعم نعم ايوه ايوه ممكن مش طابور صحيح لكنه نظام طابوري صح ولا لا؟ يعني ايش تحصل في مكاتب البريد في العالم كله موجوده هذه صح ولا لا؟ حتى بالصنعه هذه موجوده أيوة. تمام؟ فتدخل اول ما تدخل ايش تشتي مثلا في عندك كاتيجوري كذا عندك ما اي وبي سي مثلا اذا كنت تشتي التسديد ولا تشتي مثلا ايداع بالبريد ولا كذا على حسب الخدمات حقهم فتروح تضغط رقم تضغط رقم يطلع لك رقم انت رقمك كذا تنتظر لما يتولع الشاشه هناك بالرقم حقك اذا قد يكون قبلك 20 واحد ربما يعني ما انتش داري منهم هم جالسين وبالتالي هذا تنظيم للطابور هذا تنظيم للطابور لكنه نظام طابوري بصف واحد ولا لا بصف واحد لانه هو الافضل هو الافضل دائما طيب طريقة الخدمة أو نظام الخدمة طبعاً في الأنظمة الطابورية في عندك على الأقل ثلاث ديسبلين كذا واللي هي ثلاثة طرق للانضباط الطوابير أو للخدمة في الخدمة في النظام الطابوري من هذه النماذج نموذج الفيفو نسميه الفيرست إن فيرست أوت تمام هذا كثير من لاحظ فيه فوق صار first in first out ولا يسموه FCFO first come first out تمام هي نفسه ال FCFO هي نفس ال FIFO فيه فوق ولا FCFO first come first out اللي يأتي أولاً يخرج أولاً ولا هذا اللي يدخل أولاً يخرج أولاً تمام كيف طيب إحنا بنتعامل في النظام الطابوري على هذا الأساس إنه النظام بيشتغل والنظام بيشتغل على وفق قاعدة الفيفو الفيرست الأول واحد بيوصل هو اللي بيتم هو اللي أول واحد بيخرج اللي بيتم خدمته بيخرج أول واحد تمام طيب في نظم أخرى في نظم أخرى اللي هي ليفو last in first out last in first out مثل ايش هذه طبعا شغل تشوف مثلا دي وسائل المواصلات مثلا تلاحظ انه الباصات الكبيره ولا بالترام لما تركب ولا كذا فاللي بيدخل اول واحد يخرج ماله يخرج اخر واحد بينما اللي يدخل اخر واحد واول واحد بيخرج صح ولا لا؟ اللي بيروح المسجد حتى مثلا صلاة الجمعة مثلا تشوف هذا اللي يكون يدخلوا آخر الناس يخرجوا آخر الناس لأنه يكون جنب الباب
تمام. اما اللي دخل ها اولا نعم نعم. فاحنا بالنظم الطابوريه نفترض انه شو انه الخدمه بتتم عبر قاعده ليش؟ عبر قاعده الفيفا. والا في قاعده اخرى وهي البريوريتي انه تعطى اولويه، تعطى اولويه. مثلا فبالمستشفيات لما تدخل مستشفى انت عندك جرح بسيط ولا عندك مغص ولا عندك كذا، وانت في الطوارئ بالمستشفى شويه جابوا لك مريض تمام ينزف وحالته خطيره، طبيعي اذا كان في طبيب واحد بس طبيعي انه بيتركك انت وبينتقل بسرعه للليشو على حسب البريوريتي، يعني على حسب الاولويه، انه حالته خطيره تستدعي شو؟ تستدعي تدخل سريع. اذا هنا يعني تلتغي هنا قاعده الفيفو تمام، ويكون هنا الـ يعني تعطى الاولويه على حسب حاله المريض. طيب اذا اعيد واكرر ان احنا بنشتغل هنا وفقا لقاعده ليش؟ قاعده الفيفو. نعم. طيب يعتمد تحليل مشكله الصفوف على الخصائص التي يتميز بها ذلك الصف من حيث نوع توزيع معدل الوصول. تمام شكرا لك. نوع توزيع معدل الوصول، وقلنا هنا انه شو معدل الوصول بيتم وفقا بنيت نظريه الطابور كذا انه معدل الوصول بيتم وفقا لتوزيع بويزن. نوع توزيع معدل الخدمه، معدل الخدمه بيتم او يعني خدمه الزبائن بيتم وفقا للاكسبوننشال ديستريبيوشن اللي هو التوزيع الاسي، او احيانا حتى التوزيع الثابت ممكن ايضا استخدامه. كذلك نوع نظام الخدمه، تمام نوع نظام الخدمه هل هو فيفو ولا مش فيفو تمام. وهنا النماذج اللي بنيت وفقا لقاعده هذه الفيفو، نظام الخدمه بيتم وفقا لقاعده الفيفو. عدد الصفوف، عدد الصفوف يعني في كثير من المرافق احنا بنشوف صف واحد، صف واحد يتشكل، لكن احيانا بيكون في عندك صفين ثلاثه اربعه. كذلك عدد مراكز الخدمه، نقصد مراكز الخدمه هنا هي السيرفرز اللي هو العمال، عدد العمال كم منهم تمام. وانا امس رسلت لكم موقع كذا بالنت شفتوه تمام. الفكره حقه حلوه لانه موقع اسباني هذا عجبنا كثير حقيقه، انه يعني انتم مثل ما تشوفوا بعد شويه كذا بنتعرف على علاقات رياضيه شويه كبيره، العلاقات الرياضيه هذه كبيره، وانك تجلس تحسب، احنا بنحسب واحده كذا ونشوف انه تجلس تحسب وقت طويل، بينما هنا انت تحدد له ايش نظام النظام الطابوري، يعني هذا اونلاين كالكوليتر اللي عندك اللي انا رسلت لكم اياه، هذا اونلاين كالكوليتر ايش اللي يعني تحدد له نوع النظام الطابوري، تدخل له كم اللمدة، كم معدل الوصول حق الزبائن، وكم معدل الخدمه تمام، والوحده يعني هل هو بالساعه ولا بالدقيقه ولا بالكذا ولا باليوم تمام. هو بيعطي لك كل مقاييس الاداء، مقاييس الاداء، واحنا بنستخدمه الان بنحل المثال يدويا ونستخدم الكالكوليتر، بتشوف انه النتائج نفس النتائج، يعني بنستخدم نفس العلاقات الرياضيه هذه، فتشوف انه بيساعد كثير يعني كذا، حتى لو تخليه مثلا من بين المواقع المفضله كذا لو احتجت اي حاجه على طول يعني تتاكد من صحه حلك المساله تمام. طيب في عندنا رموز كندلز للانظمه الطابوريه تمام. في العالم كندل كذا هذا وضع له ترميز كذا تمام. كندلز نوتيشن يكون فيه الارايفل ريت، السيرفيس ريت، وبعدين بيكون الاس، وبعدين بيكون البوبوليشن سايز، بوبوليشن سايز، وبعدين بيكون عندك الكيو سايز، الكيو سايز. الكيو سايز او الكيو لينث ها ايش تعنيها؟ يعني يعمل لك حتى لو دخلت الموقع هذا بيستخدم نفس الرموز هذه تمام؟ فبيعمل لك بالشكل التالي M على M على واحد مثلا، وهنا مثلا بيكتب انفينيتي انفينيتي، ايش تعني الارقام هذه؟ الرقم هذا
هذا الرمزين الاولين، الرمزين الاولين هذا هذا اللي هو الاول اللي هو الرايفر ريت معدل الوصول، هذا دي التوزيع الاحتمالي حق معدل الوصول، هذا التوزيع الاحتمالي لمعدل الوصول. الثانيه القيمه الثانيه او الحركه الثانيه الرمز الثاني هو التوزيع الاحتمالي لمعدل الخدمه. تمام. الرقم هذا احنا بيكون في رقم بعدين، الرقم هذا عدد مراكز الخدمه، واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا كم يكون. تمام. هنا لما يكتب لك انفينيتي البوبيوليشن سايز يعني عدد الزبائن المحتملين اللي ممكن يكون مفتوح. تمام. ما لا نهايه. وهنا الكيو لينث يعني انه المحل حقك انت يستوعب اصلا كم الاماكن المحصوره. تمام. مثلا في محل العلاقه في عندك خمس كراسي، لو اجى الزبون السادس ما حصلوش كرسي بالتاكيد بينصرف، صح ولا لا؟ حتى لو عنده وقت فاضي وممكن ينتظر. تمام. فاذا هنا المكان المحصور عندك لما يكون انفينيتي انفينيتي عاده لا يكتب. تمام. اذا ما كتبهمش فمعناته انه شو؟ انه غير محدوده. إنها غير محدودة، أما إذا كانت محدودة هي اللي عادة الشيء عادة بتكتب. طيب لما يكتب لك M و N هنا هذا يعني اختصار لاختصار من الماركوفيان موديل، والماركوفيان موديل هنا يفترض إنه الـ M بالنسبة لمعدل الوصول هذا اللي هو البويزن ديستريبيوشن، هذا البويزن ديستريبيوشن. تمام. وهذا اللي هو الاكسبوننشال. تمام. هذا وفقا للنماذج الماركوفيه. ها تمام. فيعمل لك ام ام يعني تعرف انه هذا يعني تستخدم على العلاقات حقنا على طول. تمام. طيب استخدام نظريه الصفوف، علشان نستخدم احنا نظريه الصفوف نحتاج الى شو؟ الى مقاييس اداء معينه. ما هي مقاييس الاداء هذه؟ يمكن من خلال استخدام نظرية الصفوف التعرف على مقاييس الأداء التالية أو النقاط التالية. في عندك سبع حاجات أنت بتحسبها، سبع أشياء يجب أنك تحسبها علشان أنك تقارن بعدين بين كل نظام طابور يثقل للسبعة مقاييس الأداء هذه. تمام. هذه اللي هي البرفورمانس ميجرمنتس. تمام. مقاييس الأداء، أول حاجة تحسب احتمال ان يكون مركز الخدمه او العامل عاطل عن العمل، يعني انه جالس فاضي، يعني البي اوف زيرو، احتمال انه ما يكونش في عندك زبائن، يعني هو لن يكون العامل هذا عاطل عن العمل الا اذا ما كانش في زبائن. اذا تحسب البي اوف زيرو لانه بنحتاج بعدين في حساب طول او عدد المتوسط على الزبائن في النظام. احتمال وجود عدد معين من الزبائن وليكن مثلا ثلاثه، احتمال وجود عدد معين من الزبائن في النظام البي اوف اكس. تمام. وبنعطي لك هذه كيف تحسبها. تمام. طبعا طيب ايش هو العدد المعين هذا من الزبائن؟ البي اوف اكس، الاكس هذه اللي هو عدد الزبائن اللي انت تشتري عرف كم احتمال وجودهم. هذا يعتمد عليك انت، متى تعتقد انه المرفق حقك هذا بيكون طارد للزبائن؟ بعد كم من الزبائن اذا كانوا منتظرين؟ ثلاثة، أربعة، خمسة. تمام. إحنا نفترض إنه ثلاثة مثلا، إذا كان مثلا إنه في ثلاثة منتظرين قد هو هذا الحد الأقصى، أكثر من كذا مثلا أنا أقول لك لما أروح لأي مرفق ولا شيء أشوف أكثر من ثلاثة منتظرين خلاص أبدأ أميل كذا، أشعر إنه شو؟ إنه بتأخر أنا وبالتالي أمشي. طيب المقياس الثالث احتمال أن يكون مركز الخدمة مشغولا ويضطر الزبون الواصل للانتظار، يعني احتمال الانتظار. إذا مركز الخدمة مشغول، أنت دخلت الآن مركز الخدمة، تمام، المهندس رافت هو اللي بيقدم الخدمة الآن، عنده زبون واحد آخر بيخدمه، إذا أنت طالما هو مشغول، إذا أنت واحتمال كبير أنك يعني أنك تنتظر. صح ولا لا؟ طيب، المقياس الرابع متوسط عدد المنتظرين في النظام. نزلوا بالرمز L. تمام. يعني الكيو لينث هنا ببساطة. تحسب لي الكيو لينث. طول الطابور اللي هو ايش بنقصد بطول الطابور؟
طول الطابور هذا يعني يقصد انه عدد الناس الزبائن المنتظرين في الطابور، تمام ولا لا؟ اذا نحسب ال اللي هي متوسط عدد المنتظرين في النظام، ثم متوسط المقياس التالي متوسط الزمن الذي يقضيه الزبون في النظام، تمام؟ ايوه. اذا متوسط الزمن الذي يقضيه الزبون في النظام يعني متوسط، يعني ما تحسبليش عدد الاشخاص الان مثل ال كم طول الطابور. الان متوسط الزمن الذي يقضيه الزبون في الطابور زائدا الخدمه، لانه قلت في النظام، تمام؟ اذا في النظام المقصود فيه هنا انه شو؟ التايم كيو بلس سيرفيس تايم، صح ولا لا؟ طيب المقياس السادس متوسط عدد زبائن في صف الانتظار. متوسط عدد زبائن في صف بنرمزه بالرمز ال كيو. طيب ايش الفرق بين ال وال ال كيو؟ في عندك ال وفي ال كيو. هذه الان هذا مركز الخدمة. هذا الآن مش بيدخل على طول لهنا ويبقى هنا. إذا هذا الـ L. عفوا هذا الـ L كيو. تمام. هذا طول عدد متوسط عدد الأفراد المنتظرين على متوسط عدد الزبائن المنتظرين في الطابور. أما الـ L مع الشخص هذا. هي في النظام بشكل عام معي شو؟ طيب واحد يقول لي اذا ال كيو دائما بتكون ال ناقص واحد. صح، بيكون ال ناقص واحد متى؟ اذا كان عندك سيرفر واحد. لكن لو كان سيرفرين بيكون ال ناقص اثنين، ولو كان في عندك 3 سيرفرز بيكون ال ناقص ثلاثه وهكذا. تمام؟ طيب اخيرا الدبليو كيو. دبليو كيو كذلك نحسب W والدبليو كيو. الدبليو هذا قلنا انه متوسط الزمن الذي يقضيه الزبون في النظام، وهذا اللي هو بيدخل ايش؟ زمن الانتظار في الطابور زائد زمن الخدمه، صح ولا لا؟ هذا الدبليو كيو زمن الانتظار، تمام؟ الويتنج ان كيو. الويتنج ان كيو زمن الانتظار في الطابور. واضح شباب؟ هذه المقاييس هذه تحسبها لكل نظام طابور. طيب نجي نشوف الان نتعرف كيف نحسبه للنظم الطابوريه المختلفه، تمام؟ بالحصول على هذه المعلومات بالاضافه الى تقدير تكاليف الخدمه وتكلفه وقت المنتظرين، تستطيع الاداره تقييم مستوى الخدمه من حيث كونه يسير حسب ما هو مخطط له ام ان الامر يحتاج للبحث عن بدائل لتحسين الخدمه. فمثلا قد تكون البدائل المتاحه لتحسين الخدمه في مطعم الوجبات السريعه قد يكون اثنين، اما انه زيادة متوسط معدل الخدمة باستخدام تكنولوجيا حديثة، تمام؟ أنت ما تقدرش تزيد الآن زيادة الإيش معدل الوصول، هذا يعتمد على الزبائن أنفسهم، لكن أنت ممكن أنك تزيد شو معدل الخدمة، تمام؟ معدل الخدمة هذا كيف ممكن أنك تزيده؟ باستخدام مثلا مواد حديثة، تمام؟ عن مثلا لعمل السندوتشات ولا كذا مكائن، يعني اضافه مكائن، هذا بيرتبط بايش؟ بتكاليف اضافيه، تمام؟ او البديل الاخر اضافه مركز خدمه اخر، اضافه سيرفر اخر، صح ولا لا؟ وايضا هذا مركز الخدمه بيحول لك النظام اللي كان عندك بدل ما هو نظام تمام طابوري بمركز خدمه واحد إلى نظام طابوري بمراكز خدمة متعددة. الصيغة الرياضية اللي بنستخدمها ثم نتعرف عليها لاحقا تكون مختلفة، تمام ولا لا؟ إذا أيهما البديل الأفضل؟ أنت لابد ما تحفظ الحل الأمثل. يعني احنا عارفين طبعا في علاقة ما بين مستوى الخدمة والتكاليف. مستوى الخدمة هنا سيرفس ليفل وهنا الكوست، تمام؟ اذا كان مستوى الخدمه اللي بنقدمه عالي فتكاليف الخدمه بتكون ماله؟ بتكون عاليه. هذا الكوست اوف بروفايدنج